لا شك أن اللغة الأجنبية الاكتساب ديالها أمر مهم، أبر أنه إحنا كنعتزو باللغة الأم اللي هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية، ولكن هذا ما كيعنيش أنه خصنا نعطيو واحد الاهتمام باللغة الأجنبية، لا سيما اللغة الإنجليزية لأنها لغة العالم. والآن يعني كيخص لابد نشوفوا كيفاش باش هاد اللغة الأجنبية نتمكنوا منها، باش يعني تب الحياة المهنية كتلعب واحد دور مهم في التواصل مع الآخر والانفتاح. نحن في مجتمع اللي هو كوني، أصبحنا نعيش العولمة ونعيش يعني الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات وثورة المعرفة، وبالتالي فنحن مضطرون أو ملزمون أن نعيش عصر الانفتاح، وهذا الانفتاح يكون باللغات الأجنبية. إذا اللغات الأجنبية هي أصبحت خيار اللي هو إلزامي يعني وضروري في حياتنا. كل واحد الهدف دياله، كاين اللي كيقرا مثلا حبا في اللغه، كان مثلا تيقرا معايا واحد الاستاذ مثلا في الاي ام مثلا في ديال الالماني، كان كيقرا معايا واحد الاستاذ جامعي كان عنده فرنسي والانجلي والعربي والعبريه كذلك، وكان تيقرا الالمانيه حبا فيها، فهمتي، باش يتعلم لغه جديده يكتسبها. وكاين اللي كيدير عاوتاني على وديش باش يمشي يكمل قرايته برا، وكاين اللي كيدير على ودي الخدمه. مثلا انا كندير مثلا باش نمشي نقرا نكمل قرايه وخدمه برا. هذاك الشيء علاش يعني على حسب كل شخص وعلاش كيديرها. اللغه اصلا حتى الا ما مشيتيش بها لبرا تسلكك هنا، يعني ما كاينش شي علم ما لا فائده منه. اللغه حتى هي كذلك بحال هكاك، ما يمكنش لك انك تقرا مثلا شي لغه وما تستافدش منها شي حاجه. باللغات الاجنبيه كما كتعرف راه شي حاجه اللي مهمه بالنسبه للتواصل، كلغه اجنبيه في المغرب لغه اجنبيه ثانيه اللي هي اللغه الفرنسيه، كتعامل فيها في الخدمه ديالك في الاداره، وزائد اللغه الانجليزيه اللي كنحاولوا نتعلموها حتى هي ونعلموا حتى وليداتنا حتى هما اللغه الانجليزيه، حيت كما كتعرف اللغه الانجليزيه هي لغه عالميه، يعني كتواصل بها مع مجتمعات اخرين، مجتمعات اجنبيه، وكتواصل بها حتى مع حتى في داخل المجتمع، اللي حيت اللغه الاجنبيه هي اللي كتمكنك من انك تعرف معلومات جداد وتكتسب مهارات جداده.